بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة 13 سبتمبر، ساعات تفصلنا على اختيار رئيس الجمهورية التونسية الثالث والثاني المنتخب بطريقة ديمقراطية، وهذه في حد ذاتها حاجة مهمة ياسر لتونس، ونعتبرها خاصة أعتبر هالانتخابات الثانية مهمة جدا، لأنه سترسخ المنظومة الديمقراطية في تونس، وناخذ طريق الانتخابات نهائي وبدون رجعة بحول الله. طبعا الانتخابات سابقة لأوانها بعد وفاة المرحوم الباجي قايد السبسي. اليوم الانتخابات هذية فيها، معناها في الخارج، أنا نتكلم معكم الخارج والناس كل تعرف الوضعية، العالم الكل منبهر بصراحة باللي قاعد يصير، ولكن الأساس مش هذا. الأساس كونه احنا اليوم نحسن الاختيار. أولا اليوم نحب نعبر على تضامني الكامل ولا مشروط مع المرشح للرئاسة السيد نبيل القروي، ونعتبره سجين سياسي بناء على منظومة ديكتاتورية جديدة قاعدة تتخلق في تونس، منظومة عمرها لا كانت تنظر إلى الأمام وتطلب السلطة بالعمل، ولكن المنظومة هذه تحب تبقى في السلطة ولكن بضرب المنافسين. يعني في عوضنا نبني ونقدم بلادي ونطلب من شعبي يصوت لي في الانتخابات، لا، انا يتم اقصاء المنافسين المباشرين باش نكون وحدي. ولكن تونس ربي معاها اليوم، والحمد لله الى حد الان الوضع ماشي في الطريق الصحيح. انتخابات أكيد فما دعايات أو تزوير أو درا شنو أو عمليات ترهيب، هذا الكل كلام ما عنده حتى معنى، هذا الكل كلام لترهيب الناس مش ما يمشيوش للصندوق. أنا نطلب من الناس يمشيو للصندوق وبكثافة ويعبروا على رأيهم ويحدوا مصير بلادهم، مهمة جدا. ثانيا من خلال هذا الكل نشكر الناس اللي اعطت ثقتها فيا، وانا نخدم، الناس كل تعرفني نخدم بطريقه عصريه ونعمل في استطلاعات راي خاصه ليست للنشر، ولكن بعد مداخلاتي وانا لقيت الفرصه باش تكلمت على روحي ودفعت على نفسي من خلال الانتخابات هذيا، نسبه الثقه فيا انا ارتفعت، كانت ضئيلة جدا، ارتفعت فاتت حتى 40%، وهذا رقم مهم جدا. بالأكيد حظوظي مش متوفرة كالناس الكل لأني خارج تونس، أنا كنت متأكد لو كنت في تونس ممكن تكون النتيجة مهمة جدا، ولكن مهما كان ممنوع عليا نتكلم على استطلاعات الرأي، ولكن الرقم اللي وصلت له في استطلاع الرأي مهم جدا، مع كونه انا ما معناها دخلت للانتخابات وما خدمتش بكري ومن الخارج. لهذا وبحكم الواقعيه نتاعي، وديما نلقى روحي امام واجب وطني من 2013، اي ازمه مرت بها تونس نكون موجود فيها، ونعتبر تونس اليوم في ازمه الاستمرار في هالمشروع الجديد لتونس والنظام الديمقراطي او العوده الى ديكتاتوريه جديده. لهذا
وبطريقة واضحة وبكل ثقة في النفس أقرر أن أنسحب من سباق الانتخابات الرئاسية لصالح السيد عبد الكريم الزبيدي بناء على الأسباب التالية. أولا نعتبر انسحاب لمصلحة وطنية، لأنه الأرقام اللي موجودة ولا الأرقام اللي عندي اليوم ممتازة ولكن ما توصلنيش للدور الثاني. اثنين، خياري مبني على وطنية الشخص بحكم معرفتي به ومواقفه. أنا متأكد كونه تونس مع هو ستكون ستبقى في نفس تاخذ نفس الطريق اللي نسير عليه الآن، نبعده على الدكتاتورية الجديدة. والحاجة أخرى زادة نحب نحكيها كونه هي حاجة خاصة صارت، تأكد لي زادة وطنية الشخص كونه مش من طلاب السلطة، وهذه صارت في 2014 بعد الانتخابات التشريعية. تم تكليفي أنا وقتها من طرف المرحوم السيد باجي قايد سبسي بالنقاش مع السيد عبد الكريم الزبيدي لتولي رئاسة الحكومة. تعرفوا رئاسة الحكومة في نظام برلماني السلطة كيف ما نشوف فيها تو، وتمت هذه في تحت قبة البرلمان. نتذكر وقتها يمكن المصادقة على الدستور ولا حاجة من هالنوع، وتمت في مكتب النائب الثاني للمجلس النواب وقتها السيدة فوزية بن فضة، وتناقشت معه لمدة ساعتين لي قبل ومن بعد جاء السيد الحبيب الصيد. تناقشت مع سي عبد الكريم ورفض، خذا مهلة للتفكير في نفس اليوم كلمني رفض لأنه عنده التزاماته. هذا يأكد كونه راجل ما مش طالب سلطة. أما اليوم تقدمه لرئاسة تونس ولا ترشحه أكيد بحكم منصبه، أكيد نعتبره يحس كونه فما خطر على البلاد ومن واجبه كونه يتقدم. لهذا نطلب من الناس اللي وقفت معايا واللي بعثوا لي رسائل والمناصرين نتاعي وأعضاء ومناضلي حركة الوطن الجديد، نداء تونس، كل وطني الديمقراطي يختار ويمشي مع سي عبد الكريم الزبيدي لضمان المرحلة القادمة. احنا مازال عنا ما نزيد، مازالت عنا إضافة، مازال عنا انتخابات تشريعية. تعرفوا اللي احنا في نظام برلماني إلى حين يتغير، قادرين كونوا نقدموا الإضافة حتى على مستوى الحكومة، قاعدين نخدموا بجد. اليوم لابد كونوا رئاسة الجمهورية تكون بين أيدي أمينة، القائد العام ولا القائد الأعلى للقوات المسلحة، المسؤول على الأمن القومي، المسؤول على علاقاتنا الخارجية، عملية مهمة جدا يجب أن تكون بين أيدي أمينة. والسلام عليكم ورحمة الله.